السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميلاد من شركة بوجر العقارية. اليوم راح نتكلم عن موضوع الشراء عن طريق الوكالة. طبعا مثل ما أنتم دارين بالأمور اللي قاعد تصير حول العالم، مرض كورونا وما إلى ذلك، الله يشفي الجميع بإذن الله. تجينا أسئلة كثيرة عن طريق السوشيال ميديا، كيف أشتري عقار أو أبيع عقاري، أنا مش قادر أدخل تركيا وما إلى ذلك من الأسئلة. فالموضوع سهل جدا، قلنا نسوي فيديو نساعدكم بخصوص هذا الموضوع. إجراءات سهلة، تروح على القنصلية أو السفارة التركية الموجودة في بلدك، شو الأشياء اللي تحتاجها؟ تحتاج جواز سفر وصور شخصية، في عندهم استمارة الوكالة وانت تعبيها على حسب رغبتك. مثلا إذا تبي تشتري عقار أوكي وانت ما عندك رقم ضريبي، يعني قبل ما جيت على تركيا تحتاج تستخرج رقم ضريبي، فسوي وكالة للشخص المتواجد داخل تركيا لشراء عقار واستخراج رقم ضريبي وشراء العقار، وتحدد نوعية العقار هل هو فيلا أو شقة وما إلى ذلك بالمنطقة وكل شيء. فهذا الشيء. شيء ثاني، إذا تبي مثلا سوي ربط ماء أو كهرباء أو تخلص الإجراءات كاملة من وإلى، فهذه كلها تحددها بالوكالة. طبعا نحن في بروج العقارية نقدم لكم خدمة الشراء عن طريق الوكالة، طبعا بعقود رسمية وكل شيء مضمون، حقكم مضمون بإذن الله. اللي عليكم أنكم تتواصلون ويانا والشباب هنا في العقار بإذن الله ما راح يقصرون وياكم. إذا احتجتوا أي شيء استفسارات بشكل عام موجودين، أرقامنا راح نتركها بالوصف إذا كنتوا في اليوتيوب أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. اشتركوا بحساباتنا، لا تنسون تعطونا الشير واللايك و تمنشنوا أصحابكم أو تنشروا الفيديو عندهم. يعطيكم العافية، نشوفكم في مقطع ثاني، مع السلامة.